عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي ألف ألف أف أم، حياكم الله مع حلقة جديدة من برنامج عقار كود. كما أسلفنا في الأسبوع الماضي، سنخصص هذه الحلقة لموضوع مهم جدا سيغير خارطة السوق العقاري والمتعاملين بالسوق على حد سواء. اليوم نخصص الحلقة كاملة عن نظام الوساطة العقارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم، فأهلا وسهلا بكم، وسنأخذ رأي المتعاملين والخبراء في السوق. كونوا قريبا منها، حياكم. صفقات العقار في أسبوع. جاءت أعلى الصفقات العقارية في السوق العقاري السعودي لهذا الأسبوع على مستوى المملكة. جاء مخطط الخير في المركز الأول ب 52 صفقة أبرمها بقيمة تخطت 45 مليون ريال. أما مدينة الرياض فقد أبرمت 892 صفقة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال. على مستوى الأحياء الأكثر تداولا بمدينة الرياض لهذا الأسبوع، جاء مخطط الخير في المركز الأول ب 52 صفقة بمبلغ تخطى 45 مليون ريال. يليه مخطط الياسمين ب 35 صفقة وبقيمة تخطت 37 مليون ريال. أما مدينة جدة فقد أبرمت 428 صفقة بقيمة تخطت 910 مليون ريال. وقد جاء مخطط مريخ في مدينة جدة أكثر الأحياء تداولا ب 42 صفقة بقيمة فاقت 25 مليون ريال. ثم تلاه مخطط الواحة بعدد 41 صفقة وبقيمة تخطت 28 مليون ريال. مدينة مكة المكرمة هي الأخرى، أبرمت 126 صفقة بقيمة تخطت 105 مليون ريال. وجاء مخطط واحة مكة التطويري الأول الأكثر تداولا ب 21 صفقة وبقيمة تجاوزت 6 مليون ريال. المدينة المنورة أبرمت 128 صفقة وبقيمة تجاوزت 108 مليون ريال. وجاء مخطط الملك فهد بالمدينة المنورة الأكثر تداولا ب 15 صفقة وبقيمة قاربت 7 مليون ريال. مدينة الدمام أبرمت 132 صفقة وبقيمة فاقت 172 مليون ريال. وجاء مخطط الشعلة الأكثر تداولا ب 23 صفقة بقيمة فاقت 76 مليون ريال. الأخبار العقارية. أخبارنا لهذا الأسبوع في السوق العقاري جاءت بتصريح لوزير الإسكان عن شركة ضمانات التي وصفها أنها تسهم في تطوير سوق الرهن العقاري وتسهم في بناء سوق ثانوي للقطاع، إذ قال معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الشركة السعودية لخدمات الضمان ضمانات لخدمات الضمان الإسكاني ضمانات المملوكة لصندوق التنمية العقارية تعمل على تطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، وتسهم في بناء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري. خبرنا الثاني هو تحديث 191 ألف صك عقاري، إذ كشفت إحصائية حكومية أن عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل صك إلكتروني بلغ 190,700 صك عقاري منذ بداية العام الجاري، وشكلت المباني السكنية نحو 75% و 25% كانت مباني تجارية، واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة بنسبة تقدر ب 36.3 بما يعادل 691 صكا عقاريا محدثا.
وجاءت منطقة عسير بالمرتبة الثانية ب 21,986 سكن، تليها المنطقة الشرقية ب 21,459 سكن عقاريا، ومكة المكرمة جاءت ب 19,441 سكن عقاريا. أما منطقة القصيم فقد جاءت ب 11,775 سكن عقاريا، ومنطقة حائل جاءت ب 11,616 سكن عقاريا. أما الجوف فقد جاءت ب 8,405 سكن، تلتها المدينة ب 6,508 سكن عقاريا محدثا إلى النظام الشامل. في خبرنا الثالث، الزكاة والضريبة والجمارك تعلن على الواهب تسجيل العقار من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية، إذ أوضحت الهيئة أن الواهب للعقار يتعين عليه أولا بتسجيله من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية. وكشفت الهيئة في ردها على تساؤل أحد المتابعين عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة على تويتر يقول: لدي أرض هبة ومطلوب رقم مرجعي للضريبة، فكيف أستخرج الرقم؟ بأنه يتعين على الواهب تسجيل العقار من خلال بوابة ضريبة التصرفات العقارية. أيضا خبرنا الآخر عن سوق البناء في المملكة العربية السعودية، إذ يتجه هذا السوق إلى نحو 75 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، إذ يتوقع أن يصل حجم سوق البناء في المملكة العربية السعودية حتى عام 2028 إلى نحو 75 مليار دولار، وفقا لتقرير حديث لشركة الأبحاث العالمية مودر إنتليجنس. ويشير التقرير الذي يتناول سوق البناء في المملكة إلى أن حجم السوق في عام 2023 يقدر بنحو 65 مليار دولار، وسيشهد نموا متسارعا في السنوات القليلة المقبلة. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبيرة المتعلقة بالطرق والجسور والمطارات والموانئ والسكك الحديدية والمشاريع السكنية والتجارية. ويتوقع التقرير أيضا أن يتزايد عدد السكان في البلاد، مما يعزز الطلب على المشاريع الإنشائية ويزيد من فرص الاستثمارات في هذا القطاع، وهو ما يساعد كذلك على تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين. وسوف يتم تحقيق هذا النمو بفضل عديد من العوامل الإيجابية، مثل التوسع في الصناعات الأساسية والتنمية العمرانية الشاملة والتحول الاقتصادي، وأيضا تحسين البنية التحتية والاستثمارات الحكومية الكبرى. أحبتي الكرام، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد الفاصل لنناقش موضوع اليوم عن نظام الوساطة العقاري الجديد. عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. نظام الوساطة العقارية، وكما تحدثنا الأسبوع الماضي والذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم بتاريخ 1/1/1445، استقرأنا آراء المتعاملين والخبراء بالسوق العقاري، وإليكم حصيلة استقصاء البرنامج. نظام الوساطة العقارية الجديد سيساهم في تنظيم السوق العقاري من خلال تحفيز نشاط الوساطة العقارية وتمكين ممارسين العقاريين من استمرار بأعمالهم وفق هذا النظام، وبالتالي وبالتأكيد هذا النظام سيساهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية. أيضا سيساهم أو سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق هذه الإجراءات وهذه التراخيص الجديدة التي ستحفز بالتأكيد هذا القطاع. كما أن نظام الوساطة العقارية الجديد الذي سينتهي فترة تصحية منه في نهاية الحجة على سيساهم أو سيساعد على تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وأيضا تقديم خدمات مبتكرة، خدمات نوعية من خلال المتعاملين في القطاع العقاري، وهذا الشيء سيشجع الوسطاء العقاريين على
تقديم هذه الخدمات المبتكرة والنوعية، وبالتالي سيرفع بالتأكيد جودة التعاملات العقارية، وسيدعم أيضا أنشطة الوسطاء العقارية المستفيدين. وبالتأكيد فيما يخص جودة الخدمات سيساهم في استدامة الأصول العقارية وحد من النزاعات ويرفع الشفافية، وبالتالي يحفز المستثمرين على الاستثمار في العقارات وزيادة الطلب عليها وتنظيم السوق العقاري بشكل عام. شكرا لكم. نوف بنت إبراهيم بن سعيدان، مدربة في المعهد العقاري. ما في شك أكيد أن النظام الجديد حيرفع من جودة السوق بلا شك. جودة السوق، جودة العروض، وأهم نقطة موثوقية العروض، بتكون العرض موثوقية. يعني يجيني عرض مثلا في تطبيق أو من جروب أو كذا، يجيني عرض وهمي، معلومات مغلوطة، هذه كلها حتختفي، لأن كل العروض حتكون موثقة ومرخصة من المالك. هذه معناته أن المعلومة بتكون دقيقة 100%، تقريبا 95% إلى 100% بتكون معلومات دقيقة. يعني قد نادرا أن بيحصل فيها أخطاء، يعني بتكون تقريبا أقرب إلى 100% معلومات دقيقة. قد اللي قد أتوقع أنه يحدث في البداية أنه يمكن تقل العروض، أنه بعض الملاك يمكن لسه ما عرف، حتى لو كان يمكن ما عرف كيف طريقة الترخيص أو كذا، أو يواجهوا مشاكل تقنية، لكن أعتقد أنها فترة بسيطة، أسبوع أسبوعين، وبعدين يصير المسوقين والملاك يعني الناس عرفت لابد أنه يعمل ترخيص، يعرفون طريقة الترخيص وتنتشر ثقافة هذا الترخيص. بعد أتوقع أسبوع أسبوعين تبدأ العروض تكثر، عن الثقافة ترتفع لهذا الموضوع والعروض تكثر، والسوق حيكون جاذب أكثر بحيث أن المعلومات تكون واضحة. أيضا حكاية كثرة الوسطة في العرض، أن الوسيط معك 3 أشخاص 4 أشخاص، هذه تختفي لما تكون العروض كلها مرخصة، معناته أي عرض بيكون مباشر، وهذه أهم ميزة. لأن أحيانا تدخل تطبيقات مواقع عقارية أو جروب يجيك يقول معاي 3 وسطة، معاي 4، والمفروض أنه ما يعلن إلا مرخص مع المالك، كيف معك 3 أشخاص أو شخصين وأنت لست مرخص من المالك، كيف تعلن؟ فما أنه عرض مرخص معناته أنك من يوم تدخل مباشرة تأخذ أجري أن هذا العرض يعني مع المالك مباشرة، هذا الشخص يعني كبسيط ترتاح وتنفذ بإذن الله. عبد العزيز السويدان، عقاري من صفوة النخبة العقارية. بشكل عام حاب أتكلم عن تأثير الوسط العقاري الجديد، وأتكلم عن تجربتي الشخصية مع هذا النظام. بشكل عام أغلب اللي تعاملت معهم في العقار أجمعوا على ميزة هذا النظام، لأن ريحهم كثير، يعرف مع مين يتعامل، ويعرف الوسيط العقاري هذا مرخص أو غير مرخص، وخاصة أنه راح يقضي على ممارسات سيئة قديمة، مثل أن كل واحد يعرض العقار بدون ترخيص، بدون إذن المالك، وهذه الممارسات تحرق العقار وتحرق السعر حقه. فهذه من الأشياء المزعجة بالنسبة للملاك. النقطة الثانية اللي عجبتني في هذا النظام، يثبت لي جدية المالك. في بعض الملاك يطلب لي تسويق عقارا، ولما أجيب المشتري المحتمل أتفاجأ أنه باعه بدون لا يعطيني خبر، ومجرد أنه استهلك وقتي وجهدي. فأحيانا لما ألزمه في هذا العقد أطلب منه العقد هذا، إذا رفض العقد أعرف أنه مش جاد، فعشان كذا راح أختصر الوقت والجهد. بينما بعض الملاك الجادين يعطي كل المتطلبات من عقود من تراخيص، ويتساهل معك في البيع، وهذه نقطة جدا مهمة. وكان معكم الوسيط العقاري إبراهيم العزي من المنطقة الشرقية. أولا أنا أحب أشكر إذاعة ألف ألف إف إم، برنامج عقار كود، والمهندس أحمد الفقيه، وأرحب فيه وفي ضيوفه في الحلقة، وأشكرهم على إتاحة الفرصة للمشاركة اليوم معكم. طبعا جاء نظام الوساطة العقاري من خلال المشرع، وهو الهيئة العامة للعقار، وأتى هذا البرنامج ليخدم المواطنين في كل أطراف العملية العقارية، سواء كان مالك عقار أو مسوق أو وسيط. والحمد لله عكس نظام الوساطة العقاري بفائدة ملموسة لنا جميعا. ممكن لخصها في نقاط سريعة: أولا رفع مستوى الشفافية
لدى أطراف الصفقة العقارية، سواء من خلال مرحلة التسويق أو مرحلة التأجير أو مرحلة البيع والشراء كذلك. ولا ننسى كذلك الآن حاليا مصداقية العروض أفضل ومقدمة بشكل أفضل من الوسطاء أو من المسوقين، وكذلك التنظيم في آلية تملك العقار ابتداء من المرحلة الأولى. يمكن قبل فترة في حملة إعلانية كانت هي العام العقار، وكانت شعار الحملة العقار مو طقطقة، فعلا اليوم تنظمت العملية بشكل أفضل وأصبح هناك ضمان أفضل لاستحقاق الوسطاء والمسوقين بشكل تعاقدي. بالإضافة وكما لا يخفى على علمكم أنه فتح فرص لتوطين أكبر لأبناء هذا البلد المعطاء، يعني في هذا القطاع الضخم الحقيقة. وفي نفس الوقت يعني لا زال هناك بعض التحديات مع بعض الملاك لتقديم التفويض للوسيط، كون النظام في مراحلها الأولية، ونحن على أتم ثقة بإذن الله تعالى بأن الهيئة العامة للعقار تبذل قصارى الجهد للوصول بالمنظومة العقارية لمصاف النماذج الدولية، توافقا مع ما جاء في رؤية سيدي حفظه الله 2030 لخلق مدن اقتصادية كبرى بإذن الله تعالى. أخوكم مراد الزهراني أبو البراق، شركة المسكن الوافي للتطوير العقاري. هي عملية جذرية قامت بها مشكورة الهيئة العامة للعقار تنظيم وتقنين السوق الوساطة العقارية، والهدف منها كما نلاحظ إيجاد فرص صريحة لجميع السعوديين المتداولين والمتعاملين في الوساطة لمن حصلوا على رخصة وسيط عقاري اللي هي رخصة فعل، بحيث أن هناك توضيح صفة الوسيط والدور الذي يقوم به، إضافة إلى ضمان حقه من أتعاب أو من عمولة التسويق، وأيضا تخفيف من العبء الموجود بالمحاكم فيما يخص مطالبة الوسطاء والنهوض بهذا السوق بشكل المميز الذي تبقى له الدولة والمواطن أجمعين. أخوكم فيصل النويسر، مقيم عقاري. أحبتي الكرام، كانت هذه آراء الشريحة الأولى التي استقصاها برنامج عقار كود. فاصل ونعود إليكم. عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. أحبتي الكرام، نظام الوساطة العقاري الجديد ما هو؟ ما هي ضوابطه؟ كل ذلك وأكثر سنتعرف عليه الآن مع سعادة المحامي سعد القاسم المستشار القانوني للبرنامج. حياك الله سعادة المحامي. الله يبارك فيك ويطول عمرك مهندس أحمد، تحياتي لك ولجميع المستمعين. اليوم احنا هنتكلم عن نظام الوساطة العقاري الجديد بإذن الله في عدة محاور. هنتكلم عن تعريف الوساطة العقارية وأهداف النظام الجديد وما هي الضوابط الخاصة بهذا النظام والأفعال المخالفة للنظام والعقوبات في حال مخالفة هذا النظام. آخر شيء هنتكلم عنه أنواع العقود الخاصة بالوساطة العقارية ومحتويات كل عقد. قبل ما نتكلم عن أول محور معانا، نبغى نقول نذكر أن نظام الوساطة العقاري الجديد أتى داعما واستجابة أيضا للنمو الذي يشهده القطاع العقاري في مملكتنا الغالية، وهذا عن طريق ترخيص دعائم البنية التحتية لهذا القطاع وتعزيز الشفافية بما يضمن حقوق جميع أطراف العملية العقارية. أول شيء نبغى نعرف الوساطة العقارية، هي ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على مبلغ قد يكون نسبة أو قد يكون عمولة أو مبلغ مستقطع. أهداف النظام الجديد، يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية وحصرها على المرخصين من الهيئة العامة للعقار فقط، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال المواقع والمنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بجانب كل الأنشطة المتعلقة بالعقار مثل التسويق والمزادات وإدارة الأملاك وإدارة المرافق وأيضا الإعلانات العقارية وغيرها الكثير. طيب، إيش هي الضوابط الخاصة بنظام الوساطة العقاري؟ أولا،
لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا وفق الترخيص الممنوح من الهيئة. ثانيا، يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا ولا يحتج به إلا بذلك، ويودع الوسيط نسخة من هذا العقد عند الهيئة. ثالثا، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو المنفعة عند إبرام عقد الوساطة. أربعة، تسجيل جميع عقود الوساطة والصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية الخاصة بها. خامسا، لا يتجاوز العربون عن 5% من قيمة الصفقة العقارية. طيب، في حال تجاوزت عن 5% يعتبر هذا المبلغ مقدم للصفقة وليس عربون. سادسا، يجب أن ينص كتابة على تسليم العربون، ولا يجوز للوسيط الاحتفاظ بهذا العربون. سابعا، تحديد عمولة الوساطة ب 2.5% سواء من قيمة البيع أو قيمة السنة الأولى من الإيجار في حال الوساطة الإيجارية. ثامنا وآخر ضابط في نظام الوساطة العقاري، أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة فيصبح مدة العقد هي 90 يوم من تاريخ توقيعه أو إبرامه. طيب، إيش الأفعال المخالفة لهذا النظام؟ هي ثلاثة أفعال مخالفة. أول شيء، ممارسة نظام الوساطة العقاري والخدمات العقارية بدون وجود ترخيص من الهيئة. ثاني مخالفة، تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقاري أو الخدمات العقارية. ثالثا، تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار، محل الوساطة أو الخدمات العقارية. طيب، إيش العقوبات اللي تقع عند مخالفة هذا النظام؟ نجد هنا عزيز المستمع أنه تم التدرج في هذه العقوبات. فأول العقوبات بدأ بالإنذار، ثانيا تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، ثالثا إلغاء الترخيص، رابعا غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وخامسا في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها يتم مضاعفة هذه المخالفة. وفي هنا ملاحظة يجب ننتبه لها، أنه يحق لمن تم إلغاء ترخيصه بموجب واحدة من هذه العقوبات أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية، ولكن بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الإلغاء. آخر محور عندنا وهو مهم جدا التركيز فيه، اللي هي أنواع عقود الوساطة العقارية الجديد ومحتويات كل عقد. عقد الوساطة هو اتفاق موثق إلكتروني بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية لإتمام صفقة عقارية. فإما يكون الوسيط العقاري هو البائع أو المشتري أو شخص يرغب بالتأجير أو المستأجر، أو قد تكون تقديم خدمات عقارية. وتضمن نظام الوساطة العقاري 3 أنواع. يعني الآن عندنا العقود الخاصة بالوساطة العقارية هي 3 أنواع. النوع الأول، عقد الوساطة العقاري من المالك الخاص بالعقار أو مالك المنفعة. عندنا هنا نوعين، نوع البيع ونوع التسويق. إذا أنا رغبت أن أوقع بعقد وساطة عقاري والطرف الآخر هو مالك للعقار أو مالك للمنفعة، عندنا نوعين. النوع الأول، يحق لك فقط أن تعرض هذا العقار بعد توقيع عقد البيع لعملائك بشكل خاص مقابل نسبة أو مبلغ ثابت. فعندنا عقد البيع هو أن تعرض العقار بعد توقيع العقد لعملائك الخاصين بك، ويكون لك مقابل نسبة أو مبلغ ثابت. أما عقد التسويق، يحق لك أن تنشره في المنصات العقارية الإلكترونية مقابل عمولة وليس نسبة، ولازم يكون عندك ترخيص إعلاني لكل إعلان تنشره من قبل الهيئة العامة للعقار. ويجب أيضا أن يتضمن إبرام العقد البيانات والوثائق التالية: إثبات الملكية، بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة في حال وجود وكيل، رقم العقد الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه، وصف العقار، نسبة أو مقدار العمولة الخاصة بالوساطة، مدة العقد، النزاعات القائمة إذا كان هناك أي نزاع قائم للعقار، الرهن أو القيد المؤثر في انتفاع العقار إن وجد، والالتزامات الأخرى التي تقع على العقار وغير موثقة وغير مكتوبة.
وأيضا المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار إن وجدت. هذا كله يندرج تحت النوع الأول من العقود الوساطة العقارية مع المالك أو مالك المنفعة. طيب نجي للنوع الثاني من أنواع عقود الوساطة، وهو عقد الوساطة العقاري مع المشتري أو المستأجر ونحوهما. يجب أن يتضمن إبرام هذا العقد على البيانات والوثائق التالية: بيانات أطراف العقد، وإذا كان وكيل بيانات الوكيل ورقم الوكالة والنسبة المتفق عليها في حال إتمام العقد، أو مقدار العمولة الخاصة بالوساطة العقارية ومدة العقد ومحل العقد. آخر نوع من أنواع العقود وهو عقد الوساطة العقارية المبرمة بين الوسطاء العقاريين، ويجب أن يتضمن هذا العقد على البيانات والوثائق التالية: أول شيء بيانات أطراف العقد، الإفصاح عن وجود عقود الوساطة المرتبطة بهذا العقد والنسبة أو المقدار من العمولة الخاصة بالوساطة العقارية المتفق عليها في العقد الأساسي ومدة العقد هذا. وشرط مهم جدا أن مدة العقد الخاص بين الوسطاء العقاريين أن لا يتجاوز المدة المحددة في العقد الأساسي اللي ينبنى عليها هذا العقد. هذه تقريبا بشكل سريع نظرة على النظام الوساطة العقاري الجديد بإذن الله ومحاوره. أحسنت سعادة المحامي، حقيقة معلومات ثرية وجميلة، وأيضا ستسهم بإذن الله في حوكمة السوق العقاري وإعطاء مزيد من الموثوقية إن شاء الله، ومخرجات بتكون معنا كبيرة وجهود كبيرة حقيقة للهيئة العامة للعقار تحسب لها. لا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام، سنعود إلى حزمة جديدة من المتعاملين بالسوق العقاري حول نظام الوساطة العقارية. فاصل ونعود. عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. عدنا لكم أحبتي الكرام لمناقشة نظام الوساطة العقارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ كما أسلفنا. بالبدء كان لنا لقاء مع الأستاذ خالد الدرع العقاري والمتخصص في الشأن العقاري. كيف سيسهم نظام الوساطة العقارية الجديد في رفع جودة السوق العقاري والقضاء على مشاكله الحالية؟ أقول وبالله التوفيق، المؤمل في النظام بعد التطبيق إن شاء الله تعالى أن يسهم في الآتي: 1. زيادة الشفافية والموثوقية والمصداقية للعروض المتوفرة في المنصات. 2. تقليل النزاعات الخاصة بعمولة الوساطة التي ترهق المحاكم وتكلف الشيء الكثير. زيادة الاحترافية والموثوقية للمتعاملين بالسوق العقاري. وكذلك من المؤمل أن يتم ضبط المدخلات وتجويدها، وبالتالي ستكون المخرجات بالطبع دقيقة. أيضا سيسهم بإذن الله تعالى على القضاء على بعض الظواهر الحالية، منها عمل غير مرخصين من مقيمين وغيرهم، وكذلك انتشار إعلانات طريقة الكوبي بيست في المواقع، الإعلانات من غير المرخصين، حيث سيتطلب الوضع الحالي ترخيص إعلان لكل عقد، وبالتالي سيصعب على غير مرخص أن يقوم بالإعلان، حيث يكون إعلانه مخالف ولن يتم إدراجه في المنصات وفقا للآلية الجديدة. نسأل الله التوفيق وشكرا لكم مهندس أحمد. السلام عليكم. نظام الوساطة العقارية جاء لترتيب وتنظيم السوق العقاري وحفظ جميع حقوق الأطراف، وأيضا منح الفرصة لشباب وبنات هذا البلد في أن يكونوا هم من يعملوا في هذا المجال وفق النظام الذي أقره الوساطة العقارية، أن يعمل الجميع بالرخصة العقارية الذي يمنح للشخص
أن يعمل بكل احترافية ومهنية. إضافة إلى هذا، أدعو إلى شباب وبنات هذا البلد أن يستغلوا هذه الفرصة، لأن النظام جاء لضرب التستر العقاري، مما يخلق الفجوة في السوق، ولا يملأ هذه الفجوة غير شباب وبنات هذا البلد. ختاما، نظام جاء للتنظيم، والعقار السعودي هو الأكبر على مستوى المنطقة، وحري بهذا السوق أن يملك مثل هذا النظام. أخوكم سامي سلمان عبد الشكور، وسيط عقار في مدينة الرياض، رائد أعمال في مجال العقار بإذن الله. ستكون مساهمة ذات قيمة مضافة للسوق العقاري وتنظيمه من خلال سن القوانين والأنظمة المنظمة والحامية للسوق الأهم الذي يلامس ضروريات وحاجيات المواطن في ظل توجه الحكومة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد مهندس رؤية 2030 الذي كان للعقار وتوفر السكن منها للمواطنين بمعايير عالمية وتنافسية لخلق سوق صحي للسكن والاستثمار بنظام مؤسسي مدروس يليق بالمملكة العضو في أكبر اقتصاديات العالم والتي تشهد تطوراً ملحوظاً ومنظماً مدروساً كي يكون من أهم الأسواق الاقتصادية العالمية. وكذلك يحفظ حقوق الوسيط العقاري النظامي من خلال منصات نظامية ذات رقابة عالية وسهلة الاستخدام وتنمية سوق اقتصادي نظامي لا وهمي من خلال تبييض الأموال أو التهريب أو التهرب الضريبي أو دعم جهات مشبوهة داخلياً وخارجياً، بل الهدف الأسمى من ذلك كله دعم للسوق العقاري السعودي المنافس بقوة. جواهر الغامدي، مسوق عقاري إكستهوم للتطوير العقاري، مع الشكر للجميع. وبلا شك أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيضمن حفظ حقوق وأتعاب الوسيط والمسوق العقاري المرخص، نظير ما يقوم به من أعمال وساطة وتسويق يتم التعاقد عليها بشكل رسمي ونظامي. وكذلك سيمكنه النظام من القيام بأعمال الترويج في بيئة إعلانية مرخصة وآمنة وخالية من العروض الوهمية. والنظام الجديد للوساطة العقارية سيجعل العملية التأجيرية أكثر تنظيماً والتزاماً من خلال تفعيل آلية حفظ واستعادة الضمان المالي بهدف المحافظة على جودة المنتج العقاري المؤجر واستعادة الضمان مستقبلاً بشكل آمن عند انتهاء العقد المتفق عليه. وإجمالاً، إن تطبيق النظام الجديد للوساطة العقارية سيؤثر إيجاباً في رفع جودة التعاملات العقارية من خلال رفع مستوى الشفافية والمصداقية والالتزام وتوفير الوقت والجهد المبذول على الأطراف المتعاملة به. تحيتي وتقديري لكم المهندس سعد الرويس، وسيط ومسوق عقاري مرخص. شكرا جزيلا لكل الذين شاركونا في هذا الاستقصاء الذي مر على مسامعكم حول نظام الوساطة العقاري الجديد المزمع دخول حيز التنفيذ الأسبوع القادم. فاصل ونعود إليكم. عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. أحبتي الكرام، وضمن الثقافة التمويلية التي ينشرها برنامج عقار كود لدى المستمعين الكرام، يتردد كثيرا هذا السؤال: في حال السداد المبكر للقرض، هل هناك من فائدة لهذا الأمر بحيث أن يكون هناك توفير أو مميزات معينة؟ طرحنا هذا السؤال على المستشار التمويلي لبرنامج عقار كود الأستاذ سهيل عسيري في الجزء الثاني، فأجاب: يا هلا ويا مرحبا مهندس أحمد، حياك الله. طبعا جدولة الأقساط التمويل العقاري أنواعه كثيرة وعديدة، يعني تطرقنا في الأسبوع الماضي لنوعين اللي زي ما ذكرناها، المتزايد والمنفصل. أيضا اليوم راح نطرح بعض الأنواع من التمويل العقاري. في شيء عندنا اسمه المتزايد ثم المتناقص
طيب المتزايد ثم المتناقص، هذا أحد أنواع جدولة التمويل العقاري، بحيث أنه خلال الفترة الأولى يكون لديك استقطاع، ثم الفترة الثانية يكون لديك استقطاع، ولديك أيضا فترة ثالثة يكون لديك استقطاع معين. كيف الطريقة بتكون؟ أول شيء فلنفترض أنه تقدم أحد العملاء إلى إحدى الجهات التمويلية وكان عليه تمويل شخصي، فلنفترض، أو لو كان عنده سيارة على سبيل المثال وتقدم لطلب تمويل عقاري، فهنا الجهة التمويلية تقول أنا اليوم راح أعطيك تمويل عقاري، بحيث أنه خلال الفترة الأولى اللي يكون عليك فيها التمويل الشخصي يكون الاستقطاع مثلاً 33%، والجزء المتبقي من التمويل العقاري راح يكون 32%. خلال الفترة هذه اللي بيكون عليك التمويل الشخصي يكون استقطاع التمويل العقاري هو الجزء المعين اللي هو 32%. بعد ما ينتهي التمويل الشخصي يبدأ يتزايد معك التمويل العقاري، ويصبح الاستقطاع كامل تمويلا عقاريا إلى سن التقاعد أو إلى الفترة المحددة من الجهة التمويلية. ثم بعد ذلك بعد التقاعد يبدأ بالتناقص معك حسب راتبك التقاعدي، ويكون الاستقطاع المسموح فيه للتمويل العقاري. يعني أصبح عندنا ثلاث فترات، الفترة الأولى فترة التمويل الشخصي يكون فيه استقطاع للتمويل العقاري، ثم الفترة الثانية يصبح التمويل العقاري كامل، ثم الفترة الثالثة يعود بالتناقص بعد التقاعد. هذا يسمى المتزايد ثم المتناقص. طيب فيه أحد أنواع أيضا التمويلات يدمج أو المدموج متزايد، وهذا يكون في حال استخدمت الجهة التمويلية دعم سكني كجزء من دخل المستفيد. يعني لما تجيك الجهة التمويلية وتنظر إلى راتب العميل ويكون راتبه 10,000، ولكن مبلغ الدعم عنده على سبيل المثال 1,000 ريال، فهنا يكون 1,000 ريال هذه كأنه راتب إضافي، يعني يتم إعطاء حسبة التمويل العقاري على راتب 11,000 ريال بدلا من 10,000 ريال، لأنه ما ضافوا 1,000 ريال لمبلغ الدعم وزاد عندك مبلغ التمويل العقاري، فيطبق عليك أو على العميل كما كان في السابق. كيف؟ يعني أنا أحسب راتبك اليوم 10,000 وأعطيك التمويلات اللازمة. فعلى سبيل المثال لو افترضنا أنه كان على أو لو كان أو لو ما كان عليك أي التزام، ولكن ما استطعت بتوفير الدفعة المقدمة، فيعطيك تمويل شخصي بمقدار الدفعة المقدمة خلال الفترة الأولى، ولكن حسبة التمويل الشخصي على الراتب اللي موجود حسب كشوفات العميل، يعني ما راح يعطيك إياه على الدعم. طيب فيعطيك تمويل شخصي يعتبر دفعة مقدمة، وبعد كذا يتم استقطاع التمويل الشخصي وجزء من التمويل العقاري، وبعد الانتهاء يبدأ يتزايد معك العقاري بمقدار راتبك 11,000 ريال. هنا أضافوا لك مبلغ الدعم كجزء من دخل المستفيد. هذه الأنواع من أنواع جدولة التمويل العقاري. وبكذا يكون اليوم تكلمنا عن المتزايد والمدموج. المدموج يطبق نفس ما يطبق في المتزايد، اللهم بس بإضافة مبلغ التمويل مبلغ الدعم كجزء من دخل المستفيد، يعني كراتب إضافي، ويكون حسبة التمويل العقاري مع إضافة مبلغ الدعم السكني. شكرا للمستشار التمويلي للبرنامج الأستاذ سهيل عسيري. فاصل ونعود إلى شريحة أخرى من المتعاملين في الوساطة العقاري حول نظام الوساطة العقارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم. انتظرونا.
أحبتي الكرام، سلطنا الضوء في هذه الحلقة على نظام الوساطة العقارية. نختم معكم بالتالي: الهيئة العامة للعقار مشكورة، قامت بجهود كبيرة وحثيثة من أجل حوكمة هذا القطاع، من أجل رفع جودته، ومن ضمن هذه الجهود الترخيص للمنصات التي يتم فيها العروض العقارية في السوق والتي نتعامل معها جميعا. حسب آخر خبر للهيئة الأسبوع الماضي، تم الترخيص لعشر منصات. نهيب بالجميع وكنوع من الحماية لكم ضد الاحتيال الذي يحدث في السوق، ألا تتعامل إلا مع منصة مرخصة من الهيئة. تستطيع أن تدخل على موقع الهيئة العامة للعقار وتشاهد أسماء هذه المنصات، لأن هذه المنصة ستتأكد من العرض العقاري وحقيته وملكيته للشخص حتى لا تتعرض للاحتيال. وفقكم الله، الأسبوع القادم لنا لقاء وموضوع جديد. دمتم بكل الحب.